شوفوا الحشو اللي نخدم بها، سواء البرده، سواء سواء مقروط تاع الكوشه ولا مقروط المقله، بالغرس نخدموا بالتمر تاع البطعمه ولا البطمه، مانيش عارفه كيفاش كل واحد كيفاش يقول له الاخر، مي بصح كي نقيوه يجي معسل وبنه ولا اروع. نبدا نحي بالكمي، نقيه بيان سور، نحي العظام، شوفوا البنات يعني تصيبوا فيه لداخل التمر، التمر حب حب فوالا، شوفوا راهو بالعظم هكذايا. نكمل نقيه هكذايا ونولي لكم نحي كامل هذوك العظام حتى نتحصل على عجين. حنا ندير كميه من الزيت، زيت المائده، شوفوا كميه على حسب الكميه اللي عندكم تاع تاع الغرس فوالا. شوفوا نحاول نلم، مازال ما بديتش نعجن هكذا، شوفوا راهو يابس، ندخل هذاك الزيت كامل في الغرس فوالا. دوكا واش ندير هكذا، نحلو شويه، ندير كميه من الماء، هاد لاستيوس ناجحه 100%، كميه من الماء وندخل الماء لداخل فوالا هكذايا، ونطم. شوفوا وحده وحده راهو يطلق روحو، شوفوا البنات القوام كاش ولا، شوفوا ولا خفيف سهل باش نعجنو. نزيد كذلك كميه من الماء، شوفوا شويه يا ربي 3 مغارف هكذاك حسب الكميه، ما نخافوش ونعجن. شوفوا راهو اللي طلع وحده يولي لي عجينه بسم الله ما شاء الله، هي عجينه التمر اللي خدمناها مع بعض. شوفوا القوام، عندي كميه من زيت المائده، نفد شويه فوالا، شوفوا ندير شويه زيت في المول السيليكون هكذايا، ندير شويه عجينه التمر ونتحصل على قرنفله. شوفوا القرنفله كاش جات بسم الله ما شاء الله، شوفوا الحبات بسم الله ما شاء الله.